في بلاغ مشترك بين وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الشغل والإدماج المهني صادر مساء أمس الجمعة، دعت القطاعات الوزارية أرباب ومسيري المقاولات والوحدات الصناعية والإنتاجية إلى تعزيز تدابير الوقائية والاحترازية داخل مقرات العمل في إطار التدابير المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، خاصة بعد تسجيل حالات إصابات همت بعض الوحدات في مجموعة من المدن المغربية. التقرير من إعداد وئام فرج. بعد ظهور بؤر انتشار فيروس كورونا داخل وحدات تجارية وصناعية بالمغرب، شددت كل من وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الشغل والإدماج المهني على ضرورة مراعاة أرباب العمل ومسيري المقاولات والوحدات الصناعية والإنتاجية شروط السلامة الصحية وتعزيز التدابير الوقائية والاحترازية تجنبا لتسجيل ارتفاع آخر لعدد الإصابات في صفوف المهنيين. حسب بلاغ مشترك بين الوزارات المذكورة، تهم الإجراءات الوقائية التأكد من نظافة أماكن وتجهيزات العمل حسب برنامج يومي وعلى مدار الساعة، فضلا عن توفير وسائل نظافة اليدين بشكل منتظم للمستخدمين والزبناء والحرص على التهوية الكافية لأماكن العمل. كما شددت القطاعات الوزارية على ضرورة استعمال الكمامات داخل مقرات العمل سواء من طرف المستخدمين أو الزبناء أو المتعاملين، وإعادة تنظيم العمل بالوحدات بشكل يضمن التقليص من كثافة المستخدمين أو الزبناء الموجودين داخلها، إضافة إلى التقليص من كثافة المستخدمين أثناء عملية تنقيلهم من وإلى مقرات العمل. كما طالبت الوزارات المستخدمين التقيد بالإجراءات والترتيبات الوقائية والتكثيف من التدابير المتخذة سواء داخل مقرات العمل أو وسائل التنقل أو داخل البيوت، مبرزة أن اللجان الدائمة المختلطة ستتكلف مراقبة مدى الالتزام بهذه الإجراءات واتخاذ التدابير الزجرية في حق كل المخالفين.